بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب الصف الثاني الإعدادي، أهلا بكم وحلقة جديدة في مادة العلوم. النهاردة إن شاء الله عاملين ملخص سريع كده للدرس الثاني، اللي هو الدرس الثاني في الوحدة الأولانية، اللي بيتكلم عن تدرج خواص العناصر في الجدول الدوري الحديث، وده يعتبر أهم وأطول درس في الوحدة الأولى. الدرس الثاني بيتكلم عن أربع خواص بيحصل لهم إيه في الجدول الدوري، اللي هي خاصية الحجم الذري، خاصية السالبية الكهربية، وخاصية الفلزية واللا فلزية. طيب، في الدورة الواحدة بالانتقال من يسار الجدول إلى يمينه، يعني بزيادة العدد الذري بيحصل إيه الحجم الذري؟ الحجم الذري بيقل. طيب ليه الحجم الذري بيقل؟ لزيادة عدد البروتونات، اللي هي عدد الشحنات الموجبة جوة النواة. زيادة العدد الذري في الدورة يعني زيادة عدد البروتونات، يعني زيادة عدد الشحنات الموجبة، وبالتالي زيادة قوة جذب النواة للإلكترونات مستوى الطاقة الخارجي، وبالتالي حجم الذرة بيقل. يبقى في الدورة الواحدة بالانتقال من يسار الجدول إلى يمينه الحجم الذري بيقل. ليه بيقل؟ لزيادة قوة جذب النواة لإلكترونات مستوى الطاقة الخارجي. طب والخاصية الفلزية؟ الخاصية الفلزية بتقل برضه. الخاصية الفلزية بيحصل لها زي ما بيحصل الحجم الذري بالظبط. طب ليه الخاصية الفلزية بتقل؟ ما احنا قلنا لما الحجم الذري بيقل قوة جذب النواة لإلكترونات مستوى الطاقة الخارجي بتزيد، والخاصية الفلزية يعني فقد إلكترونات، يعني كل ما حجم الذرة بيقل كل ما تكون النواة مسيطرة على إلكترونات مستوى الطاقة الخارجي، فهيصعب فقدها، وبالتالي الخاصية الفلزية بتقل. يعني في الدورة الواحدة واحنا ماشيين من يسار الجدول ليمينه بزيادة العدد الذري بتقل أو بيقل الحجم الذري، وبتقل الخاصية الفلزية، والخاصية اللا فلزية عكسهم بقى بتزيد، لأن كل ما حجم الذرة قل كل ما كانت قدرة الذرة على اكتساب إلكترونات كبيرة، يعني الخاصية الفلزية بتزيد. طيب في المجموعة الواحدة، في المجموعة الواحدة بالانتقال من أعلى الجدول إلى أسفله، يعني بزيادة برضو العدد الذري بيحصل إيه للحجم الذري؟ الحجم الذري بيزيد. طيب والحجم الذري بيزيد ليه؟ لزيادة عدد مستويات الطاقة. زيادة عدد مستويات الطاقة بيزود الحجم الذري في المجموعة بالانتقال من أعلى المجموعة إلى أسفلها. طيب والخاصية الفلزية بيحصل لها زي ما بيحصل الحجم الذري بالظبط، يعني الخاصية الفلزية برضو هتزيد لزيادة الحجم الذري. طب الخاصية اللا فلزية عكسهم هتقل لنقص أو لزيادة الحجم الذري، يعني الخاصية اللا فلزية برضو هتقل لزيادة الحجم الذري. يبقى احنا قلنا في المجموعة بالانتقال من أعلى المجموعة إلى أسفلها الحجم الذري بيزيد، الخاصية الفلزية بتزيد، والخاصية اللا فلزية بتقل. وبالتالي لو احنا قلنا مين هي المجموعة اللي بتضم العناصر اللي هي ذات الحجم الذري الأكبر، هنقول المجموعة واحد وهي برضو المجموعة اللي بتضم أقوى الفلزات، طبعا باستثناء عنصر الهيدروجين. طب والمجموعة اللي فيها أقوى اللا فلزات هي المجموعة 7A. طيب مين هو أكبر العناصر في الجدول الدوري حجما ذريا وأكثرهم خاصية فلزية؟ ده عنصر السيزيوم. وأكبر العناصر في الخاصية اللا فلزية وأقلهم حجم ذري هو عنصر الفلور. طيب بالنسبة للخاصية بتاع السالبية الكهربية ما اتكلمناش عنها، بيحصل لها في الجدول الدوري. احنا بس مطلوب مننا نعرف يعني ايه سالبية كهربية، وازاي ان الفرق في السالبية الكهربية بيحدد نوع المركب. السالبية الكهربية هي قدرة الذرة على جذب الكترونات الرابطة الكيميائية نحوها، يعني لو انا عندي ذرتين بيرتبطوا مع بعض وهيكونوا مثلا مركب، فالذرة اللي هتقدر تشد الكترونات الرابطة الكيميائية ناحيتها بيبقى سالبيتها الكهربية اكبر. فلو في فرق في السالبية الكهربية بين الذرتين، الفرق في السالبية الكهربية ده هو اللي بيحدد نوع المركب. المركب ممكن يبقى مركب قطبي
او غير قطبي او ايوني. احنا هناخد المركبات القطبيه. ايه هي المركبات القطبيه؟ دي المركبات اللي الفرق في السالبيه الكهربيه بتاعتها كبير نسبيا، زي الميه والنشاطر. طيب احنا كده عرفنا ايه اللي حصل لخاصيه الحجم الذري والخاصيه الفلزيه والخاصيه اللافلزيه في الدوره وفي المجموعه، واتكلمنا عن خاصيه السالبيه الكهربيه. بعد كده هنتكلم عن اشباه الفلزات. طبعا احنا عارفين ان الفلزات دي العناصر اللي بتحتوي في مستوى الطاقه الاخير لها على 3 او الكترونات او اقل، يعني 3 او 2 او 1. يعني الفلزات دي العناصر اللي عندها الكترون او 2 او 3 في مستوى الطاقه الخارجي، واللا فلزات دي العناصر اللي عندها 5 او 6 او 7 الكترونات في مستوى الطاقه الخارجي. طيب اشباه الفلزات ايه هي؟ اشباه الفلزات دي العناصر اللي بتجمع خواصها بين خواص الفلزات واللا فلزات، وهم 6 عناصر المفروض نبقى عارفينهم وعارفين رموزهم، اللي هم مين بقى؟ عنصر البورون والسيليكون والجرمانيوم والزرنيخ والانتيمون والتليريوم. اشباه الفلزات بورون سيليكون جرمانيوم زرنيخ انتيمون تليريوم. طيب بعد كده المفروض ان احنا هنتكلم عن الخواص الكيميائيه للفلزات واللا فلزات. الخواص الكيميائيه للفلزات واللا فلزات، الخواص الكيميائيه للفلزات واللا فلزات. الفلزات بتتفاعل مع الاحماض المخففه وينتج ملح الحمض وغاز الهيدروجين. الفلزات النشطه بتتفاعل مع الاحماض المخففه زي المغنيسيوم كده، تفاعل مع حمض مخفف اللي هو حمض الهيدروكلوريك ويديني ملح الحمض وغاز الهيدروجين. طيب والفلزات برضو بتتفاعل مع الاكسجين ويديني اكاسيد قاعدية زي المغنيسيوم كده، ما تفاعل مع الاكسجين في وجود حرارة ويديني اكسيد المغنيسيوم. اكسيد المغنيسيوم ده بنقول عليه اكسيد قاعدي. يعني ايه اكسيد قاعدي؟ الأكاسيد القاعدية دي الأكاسيد الفلزية اللي بيذوب بعضها في الماء ويكون محاليل قلوية. يعني أكسيد المغنيسيوم ده لما نيجي نذوبه في المية بيذوب في المية ويديني محلول قلوي اللي هو هيدروكسيد المغنيسيوم. يعني ايه محلول قلوي؟ يعني بيزرق صبغة عباد الشمس الايه؟ بنفسجية. يبقى دي كده الخواص الكيميائية للايه؟ للفلزات. طيب الخواص الكيميائيه للا فلزات، اللا فلزات بقى لا تتفاعل مع الاحماض المخففه. طيب هل اللا فلزات بتتفاعل مع الاكسجين؟ اللا فلزات زي الكربون بتتفاعل مع الاكسجين ويديني هنا هيديني ثاني اكسيد الكربون، وثاني اكسيد الكربون ده بنسميه اكسيد حامضي. ايه هي الاكاسيد الحامضيه؟ هي اكاسيد بتذوب في الماء مكونة محاليل حمضية. هي أكاسيد لا فلزية بتذوب في المية مكونة محاليل حمضية. يعني ثاني أكسيد الكربون لما أجي أدوب في المية بيديني محلول حمضي اللي هو حمض الكربونيك. يعمل إيه بقى المحلول الحمضي ده في صبغة عباد الشمس البنفسجية؟ بيحمرها. طبعا محلول حمضي يعني هيحمر صبغة عباد الشمس الإيه؟ البنفسجية. يبقى أنا عندي نوعين من الأكاسيد، أكاسيد قاعدية زي اكسيد المغنيسيوم واكاسيد حامضيه زي ثاني اكسيد الكربون. في بقى نوع ثالث اللي هو بنسميه الاكاسيد الايه؟ المتردده. ايه الاكاسيد المتردده؟ هو نوع يعني نوع من الاكاسيد، ولا هي اكاسيد قاعديه ولا هي اكاسيد حامضيه طول الوقت. يعني ايه؟ يعني هي بتتفاعل مع الاحماض كاكاسيد قاعديه وتتفاعل مع القاعد كأكاسيد حامضية. يعني هي شوية تبقى أكاسيد قاعدية وشوية تبقى أكاسيد حامضية، بنسميها الأكاسيد المترددة. يعني الأكاسيد نوعين، أكاسيد قاعدية وأكاسيد حامضية، وفي أكاسيد مترددة ولا هي قاعدية طول الوقت ولا هي حامضية طول الوقت. هي بتبقى قاعدية لما تيجي تتفاعل مع الأحماض وتبقى حامضية لما تيجي تتفاعل مع القاعد. اخر جزء هنتكلم فيه اللي هو متسلسله النشاط الكيميائي.
متسلسلة النشاط الكيميائي ده ترتيب للفلزات ترتيبا تنازليا حسب درجة نشاطها الكيميائي. ترتيب للفلزات ترتيب تنازلي حسب درجة نشاطها الكيميائي، يعني ترتيب للفلزات من الأكبر نشاطا للأقل نشاطا. واللي علينا في الترتيب اللي هم بوتاسيوم، صوديوم، كالسيوم، مغنيسيوم، خرصين، حديد، نحاس، فضة. نقولهم تاني: بوتاسيوم، صوديوم، كالسيوم، مغنيسيوم، خرصين، حديد، نحاس، فضة. المفروض وانا نازل من اعلى لاسفل بيقل النشاط الكيميائي، فالاتنين دول بيتفاعلوا لحظيا مع الماء ويتصاعد غاز الهيدروجين اللي بيشتعل بفرقعة. لما انزل تحت شوية دول هيتفاعلوا ببطء شديد مع الماء البارد، لما انزل تحت شوية دول مش هيتفاعلوا الا مع بخار الماء الساخن، يبقى النشاط كده بيقل. طب لما انزل تحت شوية دول بقى لا يتفاعلوا مع المية، يبقى النحاس والفضة لا يتفاعلوا مع المية. ده كان ملخص سريع كده للدرس التاني. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.